سيدات والساده اهلا بكم الى حلقه من نبض البلد تخصص الحديث حول الاداره العامه في الاردن وتطويرها ويسعدنا ان نستضيف فيها معالي الدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام اهلا وسهلا بكم يا مرحبا سيدي دكتور نبدا معالي الوزير بحديث حديث حول امتحان التنافس الذي اجراه ديوان الخدمه المدنيه لعدد من اوائل الجامعات هذا الامتحان المرتبط بتعيين أوائل الجامعات في الدولة أصل هذه المبادرة نعم أهميتها. يا سيدى تقدمت في النصف الثاني من العام الماضي وزارة تطوير القطاع العام بمبادرة لمجلس الوزراء الموقر بتعيين تقريباً 150 كانت المبادرة تتحدث عن 100 إلى 150 من أوائل الجامعات من التخصصات التي تحتاجها أو يحتاجها الجهاز الحكومي. وكان يعني اصل هذه المبادره ودافعها الاساسي هو من ضمن ياتي ضمن جهود الحكومه في تعزيز محاولات تعزيز انتاجيه القطاع العام ففي هناك عده مشاريع لتعزيز انتاجيه القطاع العام احد هذه المشاريع هو مشروع او مبادره تعيين اوائل عدد من اوائل الجامعات في الجهاز الحكومي وبدانا بملتقى، جمعنا الاوائل الجامعات في ملتقى وسميناه ملتقى اوائل الجامعات الاردنيه، وفي ذلك التاريخ ضم اوائل الجامعات الرسميه، ومن ثم شمل القرار الجامعات الرسميه والجامعات الخاصه، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين 150 من اوائل الجامعات في تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق طبعا هذا في المرحلة الأولى من المشروع وبالتالي الهدف من ذلك أنه نعزز ثقافة أن العمل العام هو مكان للإبداع والإنتاج مكان للعطاء ليس مجرد مكان لكسب العيش وأيضا حتى نزيد إن 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 من الكوادر البشرية التي لديها مهارات وقدرات بالساهم في النهوض بأداء الجهاز الحكومي نعم مضامين هذا القرار سيدي معالي الوزير نعم يعني والتفاصيل اكثر يعني احنا بنروح لانه بنعين طيب وين بدنا نعينهم وين بدنا نحطهم الاول في جامعه خاصه هل يماثل الاول في جامعه حكوميه نعم. الاول نتيجه هي الاول بالتخصص معناها هي حصيله اربع سنوات يعني انت استاذ جامعي ايضا نعم. تعرف بالتفاصيل آه يعني احنا اخذنا الاوائل على الافواج ما نتحدث عن الأول على فصول أواعي على فوج الفوج معناته المتخرج في السنة بشكل كامل نعم. وفي هذه التخصصات لأنه كان من ضمن دراسه احتياجات الجهاز الحكومي كانت هذه التخصصات اللي ممكن نبدا فيها فتم تحديد من قبل ديوان الخدمه المدنيه مشكورين تحديد احتياجات الجهاز الحكومي في العام 2016 يعني من بدايه هذا العام في هذه المجالات وبعد تحديدها تم صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنه وزارية برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الموازنة حتى نضع أسس وبالتالي وضعت أسس وتم موافقة على هذه الأسس وتم التعيين وفق هذه الأسس أنه أولا يتم تحديد احتياجات الدوائر الحكومية من هذه التخصصات ورقم اثنين نحصر من خلال اعلان وتم اعلان حصر الاوائل في هذه التخصصات اللي هم اوائل على افواج من الجامعات الرسميه والجامعات الخاصه وبعد حصرهم تقدموا بطلبات لديوان الخدمه المدنيه وتم اجراء امتحان تنافسي لهؤلاء وفي ضوء نتائج امتحان التنافسي تم التوصيه لمجلس الوزراء من خلال مجلس الخدمه المدنيه بتعيين أول 150 في هذه التخصصات أو أعلى 150 في هذه التخصصات في نتائج امتحان التنافسي من الأوائل تم التوصية وصدر القرار بمجلس الوزراء وبإذن الله ستبدأ يبدأ ديوان الخدمة المدنية الأسبوع القادم بإجراءات استكمال إجراءاتهم لمباشرة عملهم في الدوائر الحكومية وطبعا مجرد التحاقهم في الجهاز الحكومي سيكون هناك برنامج تدريبي بهدف توجيه الموظف الجديد حتى يتعرف على بنية الجهاز الحكومي الأنظمة القوانين اللي تحكم العمل العام وأيضا كل واحد يتعرف على برنامج توعية وتوجيه في مؤسسته حتى يتمكن من المساهمة في تحقيق أهداف هذه المؤسسات عظيم يعني وهو أيضا جزء من مكافأة النجاح بمعنى نعم. هؤلاء الطلبة اللي بخلصوا أوائل زمان كان في نظام المعيد في الجامعة صحيح, صحيح. جزء من هذا إن شاء الله نعم. يكون يعني يثمر ويخدم الدولة بكافة قطاعاتها الاخوه المشاهدين الذين يتابعونا ايضا يمكنهم التفاعل مع ما تتحدث به مع نعم. الوزير والتصويت على السؤال شارك عبر تطبيق رؤيا وهو يقول تطوير العمل الاداري في الاردن يحتاج بالدرجه الاولى الى تحديث التشريعات تعزيز القدرات وثلاثه تفعيل المساعدة ننتظر تصويتكم وتفاعلكم اعزائي المشاهدين ومره اخرى دكتورنا العزيز يعني علاقه نتائج هذا الامتحان التنافسي انها أدت إلى جدل صحيح صحيح ونقاش حول جودة البرامج الجامعية التخصصية بمعنى ماذا يدرس طلابنا هل الامتحان صعب هل هو امتحان في التحصيل العلمي خلال أربع سنوات هل هو للوظيفة العامة نعم وأنت يعني خير من يقول في هذا الكلام لأنك أستاذ جامعي مرة أخرى بقول وتعرف ماذا تحتاج الوظيفة العامة نعم سيد ليست مسألة يعني بس يعني بداية الامتحان التنافسي اللي تم للمتقدمين اللي هم بعدود تقريبا حضر الامتحان 291 طالب وطالبة من الأوائل لا يعكس بالضرورة مستوى جودة البرامج الأكاديمية في الجامعات لأنه امتحان هذا كان لمدة ساعتين كان امتحان تفاضلي يفاضل بين الاوائل حتى نختار اعلاهم لانه متاح عنا 150 شخص فلذلك كنا بحاجه الى امتحان نفاضل بين الناس اعلى 150 يتم تعيينهم ولكن لا يعني على الاطلاق انه البقيه يعني غير متميزين وبالتالي لا يمكن نصفه بانه في امتحان في رسوب ونجاح ما نقدر نقول والله في نسبه معينه نسبة رسبت او نسبه معينه نجحت في الامتحان لانه امتحان تفاضل يقيس مدى توفر المهارات والقدرات اللازمة للوظيفة لدى هؤلاء وليس يعني قياسا لجودة التعليم العالي ربما يعطي مؤشر غير مباشر أنه هل الجامعية هل هناك في تركيز على المهارات هل هناك تركيز على موضوع اللغة لغة عربية لغة انجليزية إلى آخره بالإضافة إلى الحصيلة المعرفية بيعطي مؤشر لكن لا نستطيع من امتحان واحد لمدة لم تتجاوز ساعتين نطلع بمؤشر وانطباع بنعكس وبيأثر ليس فقط على المستوى المحلي على المستوى ايضا الاقليمي وعلى المستوى العالمي بان سمعه التعليم العالي بضمن هذا السياق وبالتالي نحتاج لعده امتحانات من هذا النوع من الامتحانات حتى نستطيع ان نحصل على مؤشر انه الجامعات بتركز اكثر على المهارات اما انه هذا مقياس بمعنى انه هوائل الجامعات ما نجحوا في الامتحان لا نستطيع ان نقول مثل هذه النقطه لانه امتحان زي ما حكيت لك امتحان تفاضلي ليس فيه نجاح ورسوب وانما في مدى توفر المهارات اللي بيطلبها ولذلك كانت جوانب الامتحان تقريبا 40% من الامتحان كان للمعرفه التخصصيه، كان في جانب اخر واجرى الامتحان صراحه اساتذه في مجال القياس والتقويم وهي مسطره طبقت على الجميع. كان هناك اسئله عن مهارات الحاسوب عن المهارات الوظيفيه اللي بيحتاجها الكوميونيكيشنز والاشياء هاي كلها في الوظيفه العامه بالاضافه الى اللغه العربيه واللغة الإنجليزية وبالتالي هو عبارة عن امتحان تفاضلي لا نستطيع الحكم من خلال نتائجه على مستوى جودة البرامج الأكاديمية التي تدرس على مدار أربع سنوات في الجامعات ولكن من خلال دراسة وهذا ما وجه فيه دولة الرئيس أنه دراسة مع مرور الوقت وإجراء امتحانات عدة مرات نستطيع نشوف كيف مستوى اكتساب الطالب للمهاره والقدرات اللازمه للوظيفه، وايضا هذا الفكره منها انه ايضا يعني تعطي رساله للجامعات ان طيب. التركيز على الجانب التطبيقي في موضوع والمهارات اللي بيلزم سوق العمل سواء كان في القطاع العام او القطاع الخاص، ولكن يعني لا نستطيع الحكم على جوده التعليم العالي من خلال امتحان من هذا الشكل هناك امتحان آخر يسمى بالكفاءة الجامعية صحيح. هناك امتحانات على مدار هناك العام هناك سلسلة تقييم ربما تجيها أيضاً الجامعات داخلها لكن وبكل صراحة وبأسف مع الوزير أن هذه النتيجة التي ظهرت قيل أدى ثلاثين رسبوا من أوائل الجامعات كانت يعني فاقعة في نهاية العام 2015 أمام الرأي العام الأردني نعم صاحبها وقبل ذلك تصريحات أنه في عندنا أمية بالصفوف الأولى والثانية والثالثة بمعنى توالى النقد على التعليم في الأردن سواء التعليم العام والتعليم العالي ووجدت فرصة عند البعض أنه مناهجنا تعبانة جامعاتنا ما بتدرس دكاترتنا ما بيقروا طالبنا بتخرج ما بيعرف وفي صح ضعف هناك ضعف عند بعض الخريجين بكتب لك له بالواو صحيح. في بعض الناس ما بيعرفوا كتب كتاب استدعى ما بيعرفش يعمل السي في واحد أو سيرة ذاتية له فهي مخ... هي... هي مؤشر يعني ليس أن صحيح. التعليم كله بخير وليس معناه الذين صحيح. يصرون صحيح. أيضا هم صحيح. أفضل. يعني تعليقي وبكل صراحة على هذا الجانب وهذا الأمر يعني بطبقه على نفسي وأيضا تحدثت فيه ونصحت كثير من الزملاء المسؤولين على اختلاف مواقع المسؤولية يعني حتى المدراء حتى المدراء العامين ومن العامين بتحدث دائما أن المسؤول في أي مؤسسة ولا أقصد هذه الحالة بالذات ربما كان هذا الأمر من غير قصد يعني لم يكن هناك قصد من انه نقول والله في نسبه نجاح او رسوب لكن صدرت بهذه الطريقه وهي غير مقصوده وعطوفه اخي الدكتور خلف هميسات رئيس ديوان الخدمه المدنيه وضح انه احنا نتحدث عن العلامات اللي تم تعيينهم الباقي متميزين ولكن حاجه الجهاز الحكومي وامكانيه التعيين هي 150 ولذلك اخترنا افضل يعني في معايير الامتحان اللي تم اللي هو متطلبات الوظيفه لكن انا دائما بتحدث بانه المسؤول وعلى اختلاف مواقع المسؤوليه احنا بحاجه لتطوير وهناك مجالات فيها ضعف ما ننكر هذا الشيء ولكن اؤمن بان المسؤول يستطيع ان يطور وان يحدث وان يعدل ولكن بهدوء وربما في بعض الحالات بصمت لان كلام يعني اي مسؤول عندما يتحدث عن انتقاد اولا بده يكون انتقاد يعني علمي دقيق مبرر حتى تستطيع ان ان تتحدث بهذه الطريقه زائد انه هذا الامر يؤثر اذا نتحدث عن قضيه ضعف في مستوى معين او خدمات او مستوى تعليم عام او تعليم عالي او الى اخره هلا كلام المسؤول مسموع لدى الجهات الخارجيه وبالتالي هذا بينعكس على اقبال اللي اللي خارج المملكه على الاردن سواء للتعليم او التعليم العالي او للسياحه العلاجيه او للصحه او لاي امر اخر وحتى المؤسسات الدوليه اللي بتحط مؤشرات وبترتب الدول حسب هذه المؤشرات واللي هي بتعكس تنافسيه هذه الدول واللي بتاثر على القرار المستثمر عندما يقرر ان يستثمر او السائح او الزائر او طالب الخدمه القدوم للبلد بالنهايه بتاثروا عندما يقيس هذه المؤشرات بما يتحدث في المسؤول فلذلك دائما بتحدث بقضية أنه جميل أن نصحح بهدوء وأن نعالج لأن العمل عمل تراكمي وأيضا حتى لمصلحة الأشخاص يعني عندما تكون في موقع مسؤولية ما بغض النظر عن هذا الموقع وتتحدث عن انتقادات فدكتور مهند في موقع معين تحدث في اول شهر عن انتقادات والشهر الثاني عن انتقادات والشهر الثالث عن انتقادات بقبل ربما في البدايه يقبل من الناس وبيشتروا هاي الفكره منه انه في ضعف في هذا المجال، بعد ذلك ما بيقبلوا منك هاي الفكره بدهم ها اه بيقولوا لك وهي طبعا ماذا فعلت؟, فعلت, ماذا فعلت, فعلت فلذلك ممكن انت تتحدث عن انتقاد بهدف التصحيح، لكن في النهايه بعد فتره بده يسالك يقول لك ماذا انجزت؟ ولذلك انا وجهه نظري ان خدمه للاردن وللوطن والمساهمه في بناء الوطن ان نعمل ان ننجز ان نطور ان نصحح كذلك. ولكن بهدوء ليس الهدف هو ان نتحدث ان كان وطبعا في كل دول العالم وفي كل مجالات العمل فيها مرات في فجوات صحيح. في الاداء بحاجه الى تنسير خاصه معالي الوزير ايضا يعني الاردن كحجم جهاز بيروقراطي نعم نسبه العاملين بالبيروقراطيه الاردنيه اعلى من نسبه العاملين في مصر قياسا للسكان هذا نعم. معروف في دراسه نعم. معروفه نعم. دكتور اسمه نزيه الايوبي حول الدول العربيه المعاصره نعم اليوم هذا الجهاز البيروقراطي العتيد بحاجه بحاجه الى ان يصحح نفسه ايضا من داخل نعم صحيح انت استاذ في هذا صحيح يعني بمعنى كان رئيس ديوان كليه ما في جامعه يماثل رئيس امين سر مجلس وزراء من حيث نعم. الثقافه اللغويه والدراسه صحيح. وتلاقي دارس في دمشق ولا في بيروت ولا في الجامعه الامريكيه لغه وقدره على السبك والتشيعات اليوم تعاني يعني صحيح. اذا بدك اليوم رئيس ديوان في جامعه ما في كليه ما بدك تبحث مطولا صحيح بدك حتى يكتب كتاب مرتب ما في اخطاء لغويه وواضح بدون لت ولا عجن ومباشر ايضا راح تتغلب صحيح يعني عمليا هناك من يرى ان الجهاز لا ينقذ 150 طالب جامعي صحيح. متفوق صحيح. مهما كانت درجات تفوقهم صح. وبالتالي هذا ما يجعلني أنا اسال ما هي الخطوات التاليه لهذه المبادره يا سيدي اولا هذول المجموعه راح يكون هناك برنامج توجيه كونهم يدخلوا في الجهاز الحكومي هذا رقم واحد وايضا دولة الرئيس في جلسة مجلس الوزراء اللي اقر فيها تعيين 150 واستثنائهم من اسس الاختيار والتعيين وجه الى التوسع في هذه المبادرة وزيادة العدد وذكر رقم ممكن في العنوان القادمة ممكن نختار 400 وصراحة التفكير اللي بنفكر فيه انه ممكن نصل الى نسبة معينة بمعنى انه في جدول تشكيلات في شواغر على مستوى الجهاز الحكومي على سبيل المثال ممكن عشر ألاف شاغر أو 8000 ألاف شاغر بدنا نحدد مثلا نسبة عشرة في المية من هذه الشواغر تعطى حسب الأول. احتياجات الجهاز الحكومي للأوال طبعا ليش بيهمني هذا الأمر أنا بؤمن تماما بأن نظرة أي مسؤول يفترض أن تكون نظرة شمولية وإسهامات أي مسؤول ليس في مجال عمله بل على مستوى المنظومة العامة ككل شو الفكرة إنه إحنا نعزز هذا الجانب أولا لما تتحدث في موضوع أنك تعين الأوائل أنت بتحفز كل طالب في الجامعة أن تلاف. يكون أول تلاف. هذا واحد اثنين أنت بتحفز الجامعة نفسها أنه في بعد شوي راح يكون في هناك اختيار بسوى انه يكون في عدد اكبر من خريجين يكون في هذا المجال يعني فتحصل ضغط أكثر. ضغط ايجابي على الجامعه انها تطور في مستويات برامجها وهذا ايضا معمول فيه في تقييم الجامعات إلى ذلك أه. واضف الى ذلك نتحدث في كثيرا عن العنف الجامعي صح. اذا انت بتسحب اهتمامات الطالب وكل الكادر الموجود في الجامعه الى الابداع يزر والتميز صحيح. انت بتشغل وقته في مهارات اضافيه لما نقول بدنا مهارات بتشغل وقته بأنه يوفر هذه المهارات بيتعب في فترة الدراسة ثلاث سنوات أو أربعة وبالتالي وظيفته مضمونة بيشتغل في هذا المجال يعني إحنا ليه أنا بهمني أن يكون في الجهاز الحكومي كفاءات بالنهاية وضع المال للدولة محكوم بالنمو الاقتصادي اللي بحقق القطاع الخاص القطاع الخاص اداؤه محكوم بالخدمات اللي بيقدمها الجهاز الحكومي العام صحيح. الجهاز الحكومي إذا كان هناك توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص بنمو بيشتغل كويس بيخلق فرص عمل بيعمل عائد على الخزينه وبالتالي بهذا الشكل فاذا انت حرصت على الحلقه الاساسيه وهي القطاع العام انا بقول لك اهميه وجود كفاءات في القطاع العام لا تقل على الاطلاق عن وجود كفاءات في القطاع الخاص لانه هدول الناس بيوفروا بيئه ملائمه للقطاع الخاص حتى يتحرك وهذا كله بينعكس وبالتالي احنا اللي بنتحكم في المركز المالي للدوله في المستقبل فهذه الثقافه اللي لازم تحكم يعني عقلية ونمط تفكير كل شخص حتى الطالب في الجامعة ولذلك الجهد يبدأ من الحلقة الأولى من المدرسة إلى الجامعة إلى إلى ثقافة لازم نشتغل عليها بشكل متكامل دكتور مهند عظيم نذهب مرة أولى لجولة حول سؤال شارك فضل رؤية ونرى آآ آآ بعد نسب لكن نذكر بنسب التصويت سنذكر بالسؤال نعم حتى نحث الناس على التفاعل معنا سؤال شركه التطوير العمل الاداري في الاردن يحتاج بالدرجه الاولى الى تحديث التشريعات التدريب وتعزيز القدرات وتفعيل المساله فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونعود اليكم مره اخرى اعزائي المشاهدين اهلا بكم ونذكر بسؤال شارك عبر تطبيق رؤيه تطوير العمل الاداري في الاردن يحتاج الى تحديث التشريعات والتدريب وتعزيز القدرات وتفعيل المساءله مره اخرى معالي الدكتور يعني في نهايه هذا المحور محور الامتحان التنافسي والاوائل وغيرها نعم. يعني كان يمكن ان ننتظر مبادره من القطاع العام ان تاتي من داخل رحم الدوله والجهاز الحكومي لتقول نعم. بان هناك نحن بحاجة لامتحان تنافسي فيما نقبل وما نعين وما لا نحتاج لا وتخرج هذه المنظومه في المقابل ايضا نحن بحاجه لنعرف ماذا يحتاج ابنائنا ليدرسوا مهارات وضع الجامعات ووضع صحيح التعليم صحيح 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 يا سيدي اولا ديوان الخدمه المدنيه في كل عام بصدر دراسة بتبين شو هي التخصصات المطلوبة للجهاز الحكومي وراكدة. وشو تخصصات الراكدة وبالفترة الأخيرة حتى صاروا ينشروها على موقع القبول الموحد حتى الطالب قبل ما يختار يعرف. بيعرف وين التخصصات اللي فيها عليها طلب والتخصصات اللي عليها طلب وتعرف لما تطلع لعدد المتقدمين في ديوان الخدمه المدنيه مهما كانت شواغر متوفرة بالحكومة لا تستطيع أن تسعى بالكافة هذا رقم واحد رقم اثنين الآن أيضا في مجلس الوزراء وبتوجيه من دولة الرئيس صار في دراسة على مستوى القطاعات ايضا ما هي المعرفه المهاره المطلوبه وصراحه بدات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى هالنتائج اللي بيطلعوا فيها من قدرات من مهارات من معرفه مطلوبه في هذا القطاع يتم تزويد التعليم العالي ومجلس التعليم العالي حتى يعكسها على البرامج الاكاديميه بشكل عام خلينا نحكي بصراحه كل مجال من مجالات العمل بحاجة إلى تطوير طيب. والتطوير عملية مستمرة ولكن القضية المهمة جدا إنك أنت تفكر ما هي مصادر المعلومات اللي بتعطيك الفكرة الصحيحة شو هي الأشياء اللي أنت بتحتاج إليها أنا متأكد هالنتائج اللي طلعت ونتائج الامتحان والمقاييس اللي تم فيها الامتحان بتفيد الجامعات إنه أيضا حتى مع موضوع قانون حماية اللغة العربية والتركيز في هذا جدا مهم هاي. ولذلك كان جزء من الامتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية لأنه في تعامل مع مختلف الدول هاي. والحاسوب التواصل بشكل مستمر فلذلك أنا بعتقد إن هاي رسالة بغض النظر حتى البرامج الموجودة كل ما عززت المهارات انت كل ما اعطيت فرص اكثر للمتقدم انه ممكن يكون له فرصه عمل سواء كان في الاردن واحنا بصراحه ما بنفكر بس بالاردن احنا بنفكر ايضا في سوق العمل في الدول الخارج وبهمنا انه يروح كفاءه يعني حتى الآن بعض الإخوان حكوا لي أنه ممكن تعين واحد أول بيقعد عندك فترة معينة يكتسب خبرة ويسافر ما عندي مشكلة, مشكلة. ما عندي مشكلة أنه يروح وبالعكس يأخذ ناس سنين حتى لأنه في النهاية في عملات صعبة وأيضا رأس مال الأردن الحقيقي هو العنصر البشري لذلك علينا أن نحافظ في كل محطات في كل الحلقات من حلقة البيت إلى حلقة المدرسة إلى حلقة الجامعة إلى حلقة العمل وأنا دايما بتحدث مع زملائي في الوزارة أي شخص لازم يحرص على التعلم والتعلم المستمر لأنه التعلم إذا أنت تتعامل مع الناس بطريقة أنت بتعلمهم تخسر طيب. كثير بس إذا بتتعلم في كل محطة تمر فيها بتراكم معرفتك وهذا بيعزز مكانتك وإسهاماتك في العمل بشكل عام وبذلك طيب. طيب. أنا وجهة نظري ما في ما يمنع إنه في المستقبل يصير حديث وشيء طيب مع الجامعات ليس المشكلة دكتور بس في البرامج. في المحتوى، مرات بيكون اسم اتراكتيف كثير جذاب، لكن لما تطلع على المحتويات بتحكي عن جوانب نظريه، ما عاد هذا الان التفكير هو كيف انت تعزز نمط التفكير له كيف ترسم ربما يعني تفكروا في موضوع المتطلبات الجامعيه دكتور صحيح يعني الطالب لما ياخذ في الجامعه مره ثانيه ماده تربيه وطنيه بتحكي له عن استقلال الاردن هذا مهم مهم صحيح. جدا بس بياخذوا هذا صحيح. ولا بتحكي له عن تاريخ الاردن بشكل عام هذا نعم. بيكون مر فيه في الثمان سنوات او العشر سنوات في المدرسه يا اخي ياخذ معاملات ماليه صحيح. لماذا لا ياخذ صح. معاملات ماليه صحيح. لماذا لا ياخذ ثقافه قانونيه لماذا لا ياخذ حتى صحيح. يعرف لما بده يعمل عقد لما بده يعمل استدعاء لما بده تس تسمح واحد. لي دكتور عزز صدر. ما تفضلت فيه انا فهمي وبحكي دائما في كل لقاء ان المسؤول او الشخص اللي بده يساهم في الانجاز يفترض ان يكون لديه حصيله معرفيه في كل المجالات بديش يكون متخصص جدا في كل المجالات لكن في الشان المالي بيكون عنده خبره في جانب الموارد البشريه عنده خبره في موضوع التحديات اللي تواجهنا في الطاقه في المياه صح. في كذا فانت كيف تخدم طيب لانه طيب. النظره زي ما حكينا هي نظره متكامله حتى يكون النتاج متكامل وبتركز على الاولويات وبتركز على المجالات اللي بنتميز فيها احنا عن غيرنا عظيم المحور الثاني اللي بنحب ننتقل له معالي الوزير الليله هو موضوع انتاجيه الجهاز الحكومي نعم يعني البعض يرى انه انتاجيه ضعيفه الصراحه والبعض يراها ربما متفائلا والبعض يراها قويه انت كيف تقيمها بعد لك اربع نعم. سنوات تقريبا ما شاء نعم. الله بالوزاره اكيد انك اصبحت مطل بشكل دقيق سيدي هذا المصطلح هو اهم مصطلح بنفكر فيه بشكل دائم هو كيف لنا أن نعزز إنتاجية القطاع العام وطبعا لما تفكر في هذا البعد بطبيعة الحالة الإنتاجية بالعالم معروف خصوصا في القطاع العام يصعب قياسها مقارنة مع القطاع الخاص لأن القطاع الخاص بتحكي عن إنتاج محدد مبين بتزيد بتقيس بالقطاع لكن بتفكر بالأدوات اللي احنا بنحاول نطبقها كحكومة اللي بيساهم في تعزيز انتاجيه القطاع العام وتعزيز انتاجيه الموظفين يعني وخلى حتى اكون منصف مع الجميع هناك في بعض المؤسسات ومرات في بعض الإدارات ومرات لبعض الأشخاص إنتاجية متميزة وفي أماكن أخرى وفي نفس المؤسسة ولكن في مديرية مختلفة وربما لأشخاص معين مستوى مختلف فلذلك فعندنا مستوى مرتفع عندنا مستوى متوسط وعندنا مستوى متدين لكن لا نعم ولكن بشكل عام حتى أكون مهني في حديثي لا ترقى إلى بشكل عام إلى مستوى الطموح ولذلك حاولنا شو السبب؟ حاولنا انا بحكي يعني لك خلينا نحكي لك اجابه سريعه وبعدين نحكي بالتفاصيل فكرنا هل السبب في التشريعات والاطر الناظمه للعمل العام, العام؟ هل بالحوافز وجهه نظري أوه. واستغلنا عليها وانجزنا جزء كبير بالكامل وتبين انه هذه من ابدع ما يكون ما فيش فيها ان كان فيها بيكون فجوات بسيطه هل المشكلة في أدلة العمل وأدلة الخدمات والإرشادات والبناء القدرات والتدريب؟ وجدنا وجدنا ان الخلل في معظمه في في فجوات في جزء يعود للتشريعات بسيط جدا جزء يعود الى المعرفه والقدره برضه جزء معين لكن الجزء الاكبر في الممارسه والممارسه هي مرتبطه بالشخص ولذلك ركزنا في السنوات الاخيره وحتى في السنه القادمه على هذا البعد بشكل كبير كيف؟ اولا دوله الرئيس يعني هو الذي بادر بأنه التحول إلى التعيين بعقود وبالتالي قبل كان يتعين موظف بيقول لك أنا أمان في المأمة. وظيفي عالي أمان ما فيش عندي مشكلة فلا عقود يقيم الأداء وبالتالي في ضوء تقييم أدائك بيصير إما استمرارك في الوظيفة أو عدم استمرارك أول شغلة على الأقل بيصير يشعر أنه الموظف أنه ممكن ما يستمر في الوظيفة وبالتالي بيحرص أنه يشتغل بشكل أفضل هذا رقم واحد رقم اثنين حتى دولة الرئيس بعث كتاب تعميم آخر أنه التعامل بهذا الموضوع بجدية عالية أنه فعلا بيصير تقييم أداء للناس اللي أداؤه متميز يستمر والأداء ضعيف لا يستمر هذا جانب الجزء الآخر اللي حكينا عنه تعيين الأوائل هو جزء من هذا الجانب جزء آخر هي برامج بناء القدرات وبدأنا حتى في منتدى القيادات للأمناء العامين وبنستخدم ضيوف من خارج الأردن طبعا الهدف من ذلك إيش حتى نحرك الطاقة الإيجابية شوفوا هذول الناس شو عملوا نسوي زيهم وبنشتغل أحسن منهم وهي موجودة وبناء قدرات للقيادات الصف الثاني والمرأة في القطاع العام ودربنا 180 والحمد لله هالناس اللي بندربهم نلتقي فيهم في هاي اللقاءات بشعر في تفاعل إيجابي بإذن الله سينعكس على الأداء وبتحسن لكن تعرف هذا بدها وقت والموظف الجديد وأيضا حطينا النصوص بموضوع الحافز والمساءلة ومدونة السلوك وميثاق الخدمات الحكومية إنه ما هي حقوق المراجع اللي بيراجعك بده يأخذ خدمة وما هي حقوق اللي هو مقدم, مقدم الخدمة خنة. فلذلك هذه المعطيات الأدوات اللي بتمكن الشخص من القيام بالعمل بسوية عالية متوفرة ومتوفرة بنسبة عالية، لكن كل كل هال هالورشة هذه موجودة. نعم لكن العدة موجودة، نعم يعني ليش ما يعني ليش الانتاجية ضعيفة؟ يعني انت تفضلت بعده اسباب بعده نعم اشياء محددة، لكن ما زال البعض يرى انه في همة قليلة دكتور صراحة. شوف اولا هي ثقافة ثقافة عمل تحتاج الى جزء من الوقت، البعض يعتقد يعني هي كمان كلها بتعطي انعكاس على بعضها ولا مؤسسي بعضها بيشوف زميل له أخذ فرصة أفضل منه وهو أكفى منه فبتعطي عنده انعكاس سلبي طب لماذا هنا اسمح لي أقاطعك مرة ثانية لماذا نعم. لا ترتبط الحوافز في بعض المؤسسات الإنتاجية وهذا دم الأصل في النظام العمل. هل الأصل في النظام أن الحوافز مرتبطة بأداء متميز لكن من يطبق ذلك أنا ما بستطيع أني أنا أطلع لموظفي الدولة كلهم وبقول بدي اعطيهم لاني ما بتابعهم مم. كل واحد له ولا الوزير أو أو وبالتالي هذا اللي بحكي فيه مم. الاحساس بالمسؤوليه من كل واحنا وضعنا بخير الحمد لله لكن دائما الاردن يطمح الى شيء افضل بس بدنا نتذكر بشغله دكتور في غايه الاهميه نحن لا نتحدث عن 2005 ولا نتحدث عن 2006 ولا قبل كانت الامور مستقره وما فيش لا تحديات اقليميه ولا لاجئين ولا موضوع ضغط على الخدمات، احنا قاعدين نعيش في تحديات كبيره. صح. ومع ذلك نطالب وهذا طبعا بتوجيه من سيدي صاحب الجلاله انه رغم كل هذه التحديات علينا ان نحولها الى فرص وعلينا ان نقدم كل شيء لتطوير مستوى الاداء وتوفير بيئه ملائمه بحيث انه تكون جاذبه لكل شخص يفكر بالاردن كسياحه او خدمه علاجيه او تعليم او استثمار او غيره وغيراته وبالتالي هذا الجانب اللي متحدث عنه في مجالات بيصير فيها نجاح ولكن باذن الله هذه الثقافه يعني تتعزز سر النجاح بانه كل مسؤول يتابع هذا العمل بشكل جيد وايضا كل شخص بشعر برقابه ذاتيه انه هو بيؤدي رساله مهمه لازم ينفذها بالشكل المطلوب، طبعا تختلف من حاله الى اخرى ولكن ايضا في نقطه في غايه الاهميه. طبعا. الزيارات الغير معلنه اللي بنقوم طبعا. فيها للدوائر طبعا. الخدميه، زيارات غير معلنه نقيم فيها وبنركز على السلوك. بدانا كانت التجاوب فيها ضعيف، الان بحكي لك زرنا مثلا خلينا نعطي امثله على بعض الدوائر، بنزورها مرتين ثلاثه برجينا ردود في المعالجات اللي تمت من قبل وفي من قبل ف... الناس ايضا نعم بت... ففي ملاحظات يعني ملاحظات كثير ايجابيه ففي الحمد لله تسير لكنها ليس بالوتيره المطلوبه بالاضافه لشيء مهم جدا اللي هو الحكومه الالكترونيه فاحنا بنجهز الخدمات للاتمته وعمليه الربط الالكتروني بتقوم فيها وزاره الاتصالات والان تبذل جهد كبير مع الوزيره وكادرها في موضوع تحول للخدمات الالكترونيه ايضا هذا يساعد في تعزيز انتاجيه القطاع العام وتقديم صحيح. خدمات كان كان في هناك مبادره ربما في نعم. القضاء يعني قبل اسبوعين اعلنوا عنها موضوع الابلاغات عن طريق تطبيق المبادره يعني بلشت بدات نعم. يعني هناك مساله واريد ان تجيب عليها بصراحه ووضوح نعم أه وانا دائما صريح باذن الله ان شاء الله تفضل أه لماذا عندما يذهب المرء للترخيص او عمل معامله في الاقامه وشؤون الاجانب تمشي معا... معاملته بتاخذ الوقت القصير والسريع. و... وفي نعم. دائره الاحوال المدنيه ايضا تم النجاح في الجوازات بتجيك مسج وبتقدم وبتاخذ يشعر المرء ان الاجهزه ذات الطابع الامني او الجهاز نعم. العسكري الاصلاح فيها تم بشكل سلس نعم ومشت لانه ربما في حساب وعقاب هناك انا بجاوبك انا بجاوبك وانها في بعض الوزارات بصراحه نعم. بصراحه دكتور نعم. بعض الوزارات بروعيها الواحد وبقول احنا بعدنا في 1900 كان. صحيح ما بنكر هذا الشيء ما بنكر. طيب. طيب. سيدي احنا كوزاره تطوير القطاع العام بنشتغل مع الدوائر الخدميه ودوائر خدميه مدنيه ودوائر خدميه من الامن العام وايضا حتى مع دوائر من القوات المسلحه قدمنا لهم خدمات دعم فني في مجالات معينه. الامانه الجهد اللي نبذله معهم هو انا بشوف استثمار مجدي 100% لانه بيأخذوا الأمور بمنتهى الجدية وبينعكس على العمل وبيتابعه وأنا بذكر بس أعطيك مثال واحد إدارة الإقامة والحدود عملنا معهم جهد قبل سنتين ومع ذلك كل سنة بيستمروا في طلب أشياء إضافية ولسه حتى على الخطة القادمة في شيء معهم ومع من الجسور الآخر فقضية الانضباط والالتزام في هذا الأمر والحرص على ترجمة هذه المعطيات الى واقع ملموس موجوده، وانا لذلك بذكرها وعلى الملا انه الدوائر الخدميه في القطاع المدني تستفيد من تجربه الدوائر الخدميه في القطاع الامني وايضا العسكري. في القوات العسكري، لانه هو موضوع انضباط، ايضا موضوع يعني غير موضوع الجديه اللي بتشعر انه انا لذلك مرات بفكر في مشاريع واستثمارات ومنح وكذا بقول بستثمرها في هذا المكان لانه ما بتروح مجرد استجابة يعني, يعني استجابه جيده استجابه ونقطه مهمه جدا البعض مرات يراجع في اشياء معينه بيركز على شكليات بينما دوائر معينه تركز ولكن ايضا حتى ما اظلم القطاع العام واكون منصف في ايضا دوائر خدميه مدنيه صراحه تقدم حسب الامكانيات ما ننسى نقطه مهمه جدا الامكانيات احنا قاعدين نطالب بطموح كبير جدا ولكن امكانياتنا معروفه ما مع عندنا الامكانيات الكبيره اللي بنغير كثير لا من المكاتب وماكن وجود الـ 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 ولكن بيئه العمل صحيح ضمن الموجود جداً. ضمن الموجود واهم شيء لذلك انا بقول اذا ما بنغير البنيه التحتيه بس نقابل الناس ب يعني وجه حسن ومنطق سليم نعم وتعامل تواصل وإجابة نعم, نعم هذا نقطة التواصل مع المواطنين والجمهور مسألة مهمة نعم نعم. في انعكاس صورة الإدارة العامة في الدولة الأردنية نعم. سؤال شارك قبل أن نذهب إلى فاصل معي الدكتور أه سؤال شارك عبر تطبيق رؤية تطوير العمل الإداري في الأردن يحتاج إلى تحديث التشريعات إجابة 18% بالمئة التدريب وتعزيز القدرات 43% بالمئة تفعيل المسالة 39 بالمئة نعود إليكم بعد فاصل قصير من جديد نرحب بكم أعزائي المشاهدين ونذكر بنتائج سؤال الشارك عبر تطبيق رؤية تطوير العمل الإداري في الأردن يحتاج إلى تحديث التشريعات 18% بالمئة. التدريب وتعزيز القدرات 43 بالمئة وتفعيل المساءله 39%. بالمئة. شو بيعنينا دكتورنا العزيز يعني اول شيء عندك راي في النتائج في اه اوكي انا شايف النتائج كثير منطقيه م -م. يعني بتلاحظ انه 18% تعلق على موضوع التشريعات. يعني بيكون في عندنا فجوات لكنها ليست الاساس القضيه إن حصرت تدريب بين... وتعزيز القدرات نعم 43% بالضبط لانه مرات حتى التدريب كثير مهم جدا يكون تدريب هذا موجه نعم. وتدريب يكون في محتوى ليس مجرد حضور لانه مهم جدا مجرد ورشه وعلى الناس وعلى وعملنا كذا ورشه والى اخره فهذا نقطه مهمه جدا والمهم انه يكون في حداثه في التدريب طبع. في موضوع بناء القدرات انك انت زي ما حكينا ليس فقط معرفه ايضا مهاره والشيء الحديث، أنت ما بدك تعلم العلوم اللي يعني قبل عشرين سنة بيتحدثوا فيها، أنت بدك شيء مواكب للعصر وبينفع أنه يطبق في القطاع العام، بالإضافة لموضوع المساءلة، نعم هي نقطة جدا يعني بشعر فيها لو لو بيتم تف... تفعيل المساءله في كل المستويات على مستوى الاداء بشكل دقيق بصراحه بتحسن الاداء بشكل افضل لذلك مرات بيكون الجانب الاجتماعي بيخلي في هامش من يعني حتى لو صار في تراخي في بعض الاداء بيكون في هامش من ال... السماح واعطاء فرصه اخرى لذلك فهذا امر في غايه الاهميه فهي النتائج صراحه هذا منطقيه في سياقها هذا التعليق بدخلنا على محور ثالث في هذه الحلقه نعم. موضوع معهد الإدارة العامة الناس بمروا من جنبه صحيح شوفوا هذا المعهد يعني عنوان كبير نعم صحيح لا أدري عن المحتوى صح. دي أنا صحيح دينا على المحتوى سيدي أشكرك سيدي معهد الإدارة العامة قديم ومعهد الإدارة العامة مؤسسة جدا مهمة من حيث المبدأ مهم جدا معهد الإدارة العامة لكن حتى أكون أحلل الواقع بشكل دقيق خلال الفترة الماضية تعرف في الفترة 2008 وبعده 2010 و11 و12 في الأخير صار في موضوع اللي هي الانفاق الحكومي وأيضا شح في الموارد وموضوع العجز وموضوع ضبط الانفاق الحكومي وكون معطيات عملت تحديات للمعهد أولا في السابق كان يرصد في الموازنة دعم للمعهد هلأ لا يرصد أي دعم للمعهد وانا ما بطالب بدعم اطلاقا لاني انا مدرك تماما ان الوضع الخزين ليس بامر يعني جيب. يعني بالامكانيه انه احنا نفكر بهذا الجانب فلذلك انا مقتنع في هذا الامر ولا اطالب واشارك هذه المسؤوليه مع زملائي في وزاره الماليه القضيه الاخرى في داخل كل مؤسسه في بند للتدريب ايضا مخصصاته تقلصت شوي النقطة الأخرى صار في دواء مؤسسات أو شركات قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني بتدرب فصار في منافسين آخرين أيضا كنا ندرب في السابق في المعهد لدول الخليج فصار عندهم مراكز تدريبية حتى منافسة آه محلية صار في مية مية. مية فلذلك خاصة آه أحكي لك أنه في القطاع الخاص صار في معاهد في دول الخليج صار في عندهم مراكزهم ومتميزة جدا وايضا مخصصات التدريب في الدوائر الحكوميه صارت اقل شوي ما في دعم لكن اضف الى ذلك الدوائر الحكوميه نفسها بلشت تعمل مراكز تدريبيه متخصصه في الجمارك في مركز في الماليه في, التربية في, التربية في ولذلك صار مجال عمل معهد في مهارا في الجانب المهارات الاساسيه زي اللغة الإنجليزية زي الحاسوب، مهارات متخصصة في مجالات يعني جوانب إدارية قيادية إعداد الصف الثاني من القيادات في الإدارة الوسطى، بناء قدرات قيادية، فضمن هذه البرامج، ومع كل هذه التحديات إلا أنه الحمد لله خلال العام الماضي وإن شاء الله في العام القادم راح يكون اشي أفضل. يعني تم تدريب وانا بهمني ليس الكم فقط انا ما بتحدث نوعية عن عدد. مهمة اه فتم تدريب تقريبا تنفيذ يعني اذا اذا ذاكرتي صحيحه بحدود 280 برنامج انعقدوا خلال العام 2000 و15 تتحدث البرنامج يكون مدته اسبوعين فانت بتحكي عن 25 اسبوع اذا بدهم شو يعني يبدوا بالتوازي بتحكي عن 10 برامج كل اسبوع او خمس برامج اذا كانت مدتها اسبوع فهذا يعني شيء جيد وبالاضافه لذلك انعقد تدرب تقريبا 4500 موظف في في العام الماضي وحقق فائض بسيط ما في عجز يعني هو من إيراداته. سد حاله بس. أيوه. يعني أنا ما بدي فائض أنا بفكر بهمني بالدرجة الأولى التدريب اللي بنقل معرفة حقيقية ل للمشاركين وبصراحة شاركوا في برامج الموظف الجديد في الحاسوب اللغة الإنجليزية مهارات المختلفة الاتصال وإلى آخره إعداد اللي سموها الإدارة الوسطى. بناء القدرات القياديه للصف الاول والحمد لله زي ما حكيت لك الان بننفذ برنامج لبناء القدرات القياديه للمراه ليس في عمان في اقليم الشمال وهي نقطه في غايه الاهميه هذا ما يمكن ت... اني بدي نعم. عنه موضوع اقلمت التدريب يعني بمعنى ان يكون في الشمال في الجنوب ولا باس يكون في الاغوار او في نعم المصدر. نعم يعني لانه الناس ربما بصعب انه يجي صحيح. من قريه في بلديه صحيح. في الطفيله او في المعان او كذا عندما يتاح التدريب في المناطق ربما يكون كثير نقطة مهمة، احنا عندنا في مركز في الشمال في جامعة اليرموك مركز في الجنوب في جامعة مؤتة بيدرب بحسب الإمكانيات المتاحة، لكن النقطة اللي تفضلت فيها في غاية الأهمية. ما تعلمناه في 2015 انعكس على خطة 2016، تركيزنا في عام 2016 ليس فقط في محور الموارد بشرية في كل محاور عمل الوزارة هو على المحافظات أتراحي. وحتى برنامج بناء القدرات القياديه للمراه كنا نعقد الفترة الماضية 180 مشاركة كان في عمان في السنة القادمة بإذن الله راح يكون في الجنوب في الشمال وموضوع الخدمات وكلها راح تكون ليس فقط في المركز ايضا في في المحافظات بالاضافه الى دراسه سنقوم فيها ان شاء الله بدعم من اليو اللي هي عداله توزيع مراكز تقديم الخدمة على مستوى المملكة بشكل بشكل عام. إذا مستقبل معهد الإدارة العامة في كثير الأرض مهم النقطة هاي. هلا الحمد لله <applause> يعني تباحثنا خلال الفترة الماضية مع اليو اس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقدمنا بخطة عمل ووافقوا عليها وفي مشروع مشترك ودعم منهم ليس فقط المعهد لكثير من محاور عمل وزارة والمعهد جزء اساسي سواء بنيه تحتيه في الموقع الالكتروني البنيه التكنولوجيه وفي القاعات وايضا في تدريب المدربين الى اخره فباذن الله ان شاء الله خلال عام 2016 عندنا برنامج متكامل لمعهد الاداره العامه وللعلم معهد الاداره العامه كادره لا يتجاوز 50 موظف بس احنا شو بنعمل؟ احنا بدل ما نعين مدربين عدد كبير مدربين احنا بنستعين ب الكوادر خبرات. الموجودة في القطاع الحكومي خبرات. في عندنا كفاءات صحيح. ولذلك أنا عملت تعميم, عملت تعميم قبل فترة طلبت انه كل واحد متخصص في مجال يبعث لنا على اساس انه نستفيد منهم، ليش ما؟ يعني قاعة بيانات من المدربين بالضبط طب. طب. وهذا السؤال كثير يعني نعتقد مهم بالنسبة لنا دكتور يعني في الآونة الأخيرة نعم. صرنا نشوف أكاديمية كذا، مركز كذا صحيح. وأسماء كبيرة وحتى للاسف مرات بيجيبوا ناس مناصب عامه يعني بيفتتحوا وب... نعم, نعم. في جوائز وبيستلموا نعم. وبعدين بتجد انه ما في محتوى يعني صحيح شيء وهمي شبه وهمي لانه بده صعود على هذا المسؤول على اسمه انه يرعى له نعم. او يسوي له نعم. طب انا عندي عنوان كبير نعم. اسمه معهد نعم. كيف بدي ان اعيد توظيبه وبمعنى ايضا وإلى لماذا يكون هناك توافق مع شراكات عربيه تدريبيه في نعم, نعم سيدي والله هي في يعني اتفاقيات وقعت مع دول الخليج مع الامارات في م. كليه محمد بن راشد للإدارة الحكوميه وايضا مع سنغافوره وايضا مع يعني نتحدث الان مع فرنسا وفي دول ثانيه راح بهدف تبادل المعرفي والمشاريع المشتركه اللي ممكن ننفذها مع بعض عم. بس نقطه في اذا سمحت لي بكلمه جوزة. مختصره قضيه نوعيه التدريب في كل البرامج اللي عملناها تحت مظلة المعهد، أو حتى مظلة الوزارة، ومنها بناء القدرات القيادية للصف الثاني من القيادات، اللي هم مدراء الإدارات، مديريات خلال السنوات الماضية، وأيضا للمرأة، كنت أتحدث عن المدرب إذا ما كان أداؤه جيد، طبعًا. اليوم درب ثاني يوم ما بيرجع الدورة، وحصل أنه ثاني يوم ما بيكمل الدورة. في تقييم وهي نقطة كثير طبعًا. كان فيها مهمة لأنك أنت بدك تنقل معرفة بهذا المجال. أكيد، وهذا المدرب هو بحاجة لك أيضاً كدولة عندما يدرب صحيح. في هذا صحيح المحور الرابع معالي الدكتور خليف الخوالدة وبصراحة أيضاً نعم. قبل ما نحدد النهج الإداري في الشأن الوطني العام، نعم مسألة مهمة لأنه صرنا نعم. نسمع في آخر سنوات القطاع الأردني العام في انهيار مش بخير السمعة اللي بنينا عليها والناس اللي كانوا ينظرون فيها لم تعد كما كانت لابد اليوم من تحديد نعم. المعطيات القائمة في على الاجتماعية صحيح صحيح. صحيح سيدي أولا لا يوجد نمط إداري وسلوك عام لأي مسؤول يصلح لكل زمان ومكان ما ينجح في مكان ما قد يفشل في مكان آخر صح. وما ينجح في معطيات وظروف معينة قد يفشل في مكان آخر والحلول المثالية اللي تكون في ظروف استثنائية وغير مثالية ربما بتخلق بعض المشاكل، ولذلك أنا نهجي وأتحدث في قضية النهج الإداري اللي يفترض إنه ننظر له على مستوى الدولة ككل، وعلى مستوى السلطات، وعلى مستوى المؤسسات إنه تبدأ دائما بالتفكير بتحليل معطيات واقع الحال. معطيات واقع الحال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وبتعرف كل المعطيات هذه وبناء عليها بتكون عندك النمط الإداري المناسب للتعامل مع هذه المعطيات وأنا راح أصل لنتيجة في غاية الأهمية الآن الظروف تعرف الظروف السياسية والظروف الإقليمية والوضع اللي حوالينا واللي كل يوم بتصير أحداث جديدة بتشكل تحديات كبيرة على الأردن في سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو الجنوب هذا سياسي واجتماعيا وايضا اللاجئين واخواننا من الدول الاخرى ايضا هذا شكل جوانب وصار بشكل ضغوطات اجتماعيه وايضا اقتصاديه فلذلك في وضع اقتصادي صعب وبنعكس هذا على السلوك وفي تحدي احسنت هذا تحدي في مثل هذه الظروف احنا بالظرف الطبيعي بنقول المؤسسات تعمل والسلطات تعمل في نديه حتى نضمن أنه كل واحد يشتغل بالشكل الصحيح لكن في ظل هذه الظروف التشاركية تغلب كثيرا على الندية تشاركية أن السلطات وهذا سيدنا حكى في خطابه في أكثر من مرة التشاركية لدينا تحديات كبيرة من المهم جدا أن الأردن يعني يحول هذه التحديات إلى فرص يبعد كل الجوانب السلبيه اللي ممكن تاثر على الاردن امنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على المدى القصير والمدى البعيد حتى نحقق هذا انا بعتقد ان سر النجاح يكون بالتشاركية المتكامله بين السلطات وبين المؤسسات وايضا بين القائمين على هذه المؤسسات عظيم ولكن بس اذا سمحت لي نقطه مهمه جدا لما بنحكي عن التشاركية بين السلطات والمؤسسات والقائمين على هذه المؤسسات إذا لا مكان للأنا لا مكان للذات في ظل هذه الظروف المكان الوحيد هو الأردن الوطن اللي لازم نحرص كنا على أن نعمل بهذا الشكل وبالتالي أستطيع أن أقول وكأني أقول أن جميع السلطات والمؤسسات تعمل وكأنها تنفيذية وتتقاسم الدور الواحد حتى نعبر إلى شط الأمان في ظل الظروف اللي بنشوفها واللي يعني بتلاحظ طيب. الجهود اللي بنكون و... فيها وسيدي ايضا وكان بعض الناس يقولون مما يسمعون اننا بحاجه لعداله وشفافيه اكبر في تعيينات عامه في الدوله تجري لا تكون فيها هذا اي سيدي. حسابات معينه الا العداله والكفاءه هذا حق هذا ربما ما يقولون هذا حق فكالية. لكن اولا يعني انا احكي لك بصدق انا كوزير تطوير قطاع وفي وزير ماليه وفي وزير طاقه أزور. اي اردني لديه اقتراحات حتى إن نحسن في مجال العمل سواء على مستوى الحكومة ككل أو على مستوى قطاع معين مرحب فيه شكرا. وهذا اللي نسمعه نسمع الاقتراحات لأنه المسؤولية في النهاية مسؤوليه مسؤوليه الجميع والتشاركيه اللي حكى عنها سيدنا تتطلب تضافر الجهود لانه امامنا تحديات، نحن ما نتحدث عن وضع صحيح. طبيعي شكرا إيه كل يا جهه بتقوم بدورها شكرا بشكل معالي الدكتور خليفه الخوالدي وزير تطوير القطاع العام، شكرا لوجودك لو معنا وتفضلك بالنقاش و... الله حيث. ايضا الاجابه على الاسئله، نسب سؤال شارك حول ما يلي: تطوير القطاع او العمل الاداري في الاردن يحتاج الى تحديث التشريعات 20%، بالمئة. التدريب وتعزيز القدرات 33% بالمئة. وتفعيل المساءلة 47% حتى نلتقي بحلقة قادمة نشكر لكم طيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته